السلام عليكم. الزياره المرتقبه ديال ماكرون الى المغرب نهايه الشهر، الزياره اللي غتغير الوضع الاقليمي، واش فروسكم ان الزياره ديال الرئيس ايمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي الى المملكه المغربيه نهايه الشهر واللقاء ديالو مع جلاله الملك الزياره اللي غادي تعطي واحد الاشعاع اخر للعلاقات المغربيه الفرنسيه واللي غادي تغير الوضع في المنطقه، الى تم الافتتاح ديال القنصليه ديال فرنسا بالصحراء المغربيه بمدينه العيون ومدينه الداخله، وتم انشاء معهد فرنسي بمدينه العيون، وتم توقيع مجموعه ديال الشراكات مع فرنسا بالاقاليم الصحراويه وبمجموعه من الاقاليم المغربيه. ستكون اول قنصليه اوروبيه تفتح بالاقاليم الصحراويه. اراك القنصليات تنعرفوا كيفاش كيفكروا الناس او الدول اللي كانت مستعمره، كنعرفوا الاتفاقيات اللي كاينه ما بين الدول الغربيه. إذن هذه الزيارة غتغير مجموعة ديال الأمور إخواني أخوات، غتغير المنطقة رأسا على عقب. الزيارة المرتقبة في نهاية الشهر ديال 30 أكتوبر غتخلي البعض يتألمون في صمت. بغيت تعرفوا أكثر تفضلوا بالبقاء مع هشام خضري في هذا الفيديو، ما غنطولوش عليكم، غادي نبداو معكم هذه السلسلة نسميوها قبل أو في انتظار زيارة إيمانويل ماكرون إلى المغرب. كنا تحدثنا منذ زمان على أن إيمانويل ماكرون يتمنى زيارة المغرب، وعبد المجيد تبون يتمنى زيارة فرنسا. قلنا مرارا وتكرارا أن شهر أكتوبر غادي يعرف زيارة، أو قبل نهاية 2024 غتعرف زيارة من المستوى الرفيع للرئيس الفرنسي إلى المغرب. قبل ما تمشي وراه حدا هشام خضري، لا تنسوا الاعجاب ومتابعه الحساب هشام خضري اشكان نيوز. المغرب اولا ولا غالبين الله، عاش المغرب ولا عاش من خانه، يعلم الله كم احبك يا وطني، يعلم الله كم مدافع عنك يا هذا الوطن. الزياره ديال ماكرون الى المملكه المغربيه والخطاب ديالو امام البرلمان انتظروها، والخطاب المنتظر لإيمانويل ماكرون رئيس فرنسي امام البرلمان المغربي غيأكد فيه على الرسالة اللي كانت تبعتات الاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء، الرسالة اللي غتأكد علاش فرنسا اعترفت بمغربية الصحراء واعترفت بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية. انتظروا بعد هذا الخطاب اللي غيكون في البرلمان غتكون أشياء وأشياء غادي تتغير في العلاقات الفرنسية المغربية، وفي العلاقات المغربية الإفريقية، وفي العلاقات المغربية الأوروبية. في بداية الفيديو قلت إلى افتتحت فرنسا واحد القنصلية ديالها في العيون والداخلة، غنشوفوا مجموعة ديال الدول الأوروبية غتفتتح القنصلية ديالها في الأقاليم الصحراوية. السؤال علاش؟ هذا هو الجواب اللي خصني نجاوبكم عليه. الزيارة ديال ماكرون إلى المغرب والاعتراف أمام البرلمان والافتتاح ديال القنصلية ومعهد فرنسي بالأقاليم الصحراوية، وكذلك الاتفاق على نقل ديال الوثائق التاريخية من فرنسا إلى المغرب تؤكد سيادة المغرب على مجموعة من المدن الحدودية مع الجزائر ومجموعة، وكذلك سيادة المغرب على الصحراء الشرقية. أشياء ستغير التاريخ بالمنطقة إخواني أخواتي. انتظروا الزيارة من بعد نكمل معكم إلى اللقاء.